السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل الكلام على الرياكشن بتاعة الكربوكسيليك اسيدز. المرة اللي فاتت خدنا الرياكشن بتاعتهم according to acidic properties، والمرة دي هنتكلم على الأورجانيك رياكشنز بتاعتهم بقى، الأورجانيك بارت بتاع الرياكشن. قلنا إن الأورجانيك بارت يا إما هتكلم على ريدكشن يا إما هتكلم على رياكشن تانية اسمها استريفيكيشن. فخلينا ناخد الريدكشن. الريدكشن كده من الآخر إن يا إما هزود عدد الهيدروجينز يا هقلل عدد الاكسجينز. انا هكتب هنا الرياكشن ببساطه كده CH3 سي دبل بوند او وادي او اتش، ده اسمه ايثانويك اسيد او اسمه اسيتيك اسيد. ده لو حصل له ريدكشن بهيدروجين جاز في وجود الهوت نيكل از كاتاليست هلاقيه رجع لي خطوه ورا وعمل لي CH3 سي دبل بوند او واتش، عمل لي الدهايد. يبقى الريدكشن بتاع الاسيد يديني الدهايد. ممكن يحصل فيرذر ريدكشن بالهيدروجين جاز في وجود الهوت نيكل برضو هيديني CH3C الدبل بوند O دي هتتحول ل OH ويبقى عندي هنا H وهيبقى عندي هنا H، وده عبارة عن primary alcohol. انا اللي انا كتبته ده لو حد فيكم ذاكر كويس بالذات الرياكشنز بتاعت الالكولز هيلاقي ان الكلام ده مش غريب عليه خالص. الكلام ده اتكرر قبل كده بس العكس، ان البرايمري الكول لو حصل له اوكسيديشن في وجود اي اوكسيدايزنج ايجنت زي الكي ام ان او 4 هيديني الالدهايد، ولو حصل له فيرذر اوكسيديشن في وجود الكي ام ان او 4 برضه هيوصل في الاخر يتحول لاساتيك اسيد. خلاص، ده الرياكشن المطلوب منك انك تبقى عارفه. انا في خلال كده يعني دقيقة دقيقتين عايز اوريك الميكانيزم اتعمل ازاي، مع ان الميكانيزم ده مش عليك بس عشان تفهم الرياكشن دي جت منين. لو انا بديت بالاسيد بتاعي تاني اهو، ادي CH3 وادي C دبل بوند O وادي OH، الهيدروجين اللي انا اضفته ده انا هضيفه بشكله اللي عامل كده عشان اشوف كل H هتروح فين، وهحط هنا الهوت نيكل بتاعي. بيقول لك ايه اللي حصل، واحده الاول الدبل بوند دي هتتكسر، اتفقنا الباي بوند دي هتتكسر طالما انا بعمل اديشن رياكشن. الاكسجين دي كده هيبقى ناقصها دراع ارم 1 ارم، والكربون دي هيبقى كده ناقصها دراع بعد ما حصل الكليفج اوف ذيس باي بوند. فبيقول لي الهيدروجين دي هتروح تمسك في الاكسجين والهيدروجين الثانيه هتروح تمسك في الكربون، فهيطلع لي كومباوند شكله عامل كده CH3 وادي C، هنا في O وماسك فيها ال H، وهنا في ال H دي الاتشات الجديدة بتاعتي. خلاص، وبعدين ارجع تاني للبلاك بين واكتب ال OH القديمة بتاعتي. ده الاستراكشر اللي هيطلع من الريدكشن اوف الكربوكسيليك اسيد. بس لو انتوا فاكرين احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان انا لو عندي 2 OH جروب على ال 1 كربون دي بتبقى unstable compound، لازم تفقد water molecule اللي هو ده، اخد من هنا ال OH كده على بعضها واخد من هنا ال H، دي الووتر موليكيول اللي هيحصل لها لص. طب كده الاكسجين دي هتبقى محتاجه 1 ارم كمان، والكربون هتبقى محتاجه 1 ارم بدل ال OH طلعت، فهتبدا تعمل لي دبل بوند بتوين الكربون والاكسجين دي عشان في الاخر يطلع لي شكل الالدهايد اللي احنا عارفينه اللي هو CH3 C دبل بوند O وادي ال H بتاعتي. طب نفس الكلام لو حصل برضو الهيدروجين دخل في وجود الهوت نيكل، لو قلت هنا بلس كده في وجود الهوت نيكل ايه اللي هيحصل، واحدة من الهيدروجينز دي هتخش الدبل بوند ده هيتكسر، طبعا دايما في اديشن يبقى الدبل بوند يتكسر، واحدة من الهيدروجينز هتخش عند الاكسجين والتانية من الهيدروجينز هتخش عند الكربون، فهتعمل لي الشكل الاستراكشر بتاعي اللي هو عامل كده CH3 C وادي OH وعندي هنا H وعندي هنا H، ده اللي هو البرايمري الكحول. ده الميكانيزم اللي مش عليكم، بس انا يعني بتضايق لما اعمل رياكشن من غير ما اوريك الرياكشن ده جه منين. فالكربوكسيليك اسيد لما يعمل ريدكشن هيطلع لي انستيبل كومباوند، يطلعه الالدهايد ومن الالدهايد يطلعه البرايمري الكحول. انت المطلوب منك انك تبقى عارفه كويس الرياكشن اللي فوقه كده ببساطه، ان الاسيد لو حصل له ريدكشن هيدي الدهايد، لو حصل فيرذر ريدكشن هيدي برايمري الكحول،
البرايمري الكول لو حصل له اوكسيديشن هيدي الدهايد، ولو حصل له فيرذر اوكسيديشن هيدي اسيد. كده نبقى احنا خلصنا الريدكشن رياكشن. فاضل اتكلم على الاستريفيكيشن. الاستريفيكيشن ده الفورميشن اوف الاستر. فاكرين الاستر اللي خدنا الاسم بتاعه في الكوارتر اللي فات وكان صعب على كتير من الناس؟ انا عايز اعرف الاستريفيكيشن ده الاستر ده بيتكون ازاي، فبقول ان الرياكشن بتاعته اسمها استريفيكيشن. استريفيكيشن، والاستريفيكيشن دي يا جماعه هي الرياكشن اوف الكربوكسيليك اسيد مع الكحول في وجود الدي هايدريتنج ايجنت اللي هو الكونك اتش 2 اس او 4. كلمه كونك يعني مركز كونسنتريتد اتش 2 اس او 4. المفروض اللي يشوف الكونك اتش 2 اس او 4 يعرف ان هيحصل لوزنج لووتر موليكيول كده اوتوماتيك. انتوا بقى يعني المفروض فهمتوا قصه الرياكشنز عامله ازاي. فلو انا رسمت الاسيد بتاعي اهو سي اتش 3، خليني على الايثانول زي ما انا الايثانويك اسيد اسف، وادي سي دبل بوند او وادي او اتش، وخليني ارسم الالكهول عامل كده. انا هعمل هنا بلس الاول وادي الاو اتش بتاعت الالكهول اهي، وبعدين هرسم هنا قول مثلا بروبانول 3 كربون اهو، ده سي اتش 3، وبعد كده ده عنده 2 اتش وده عنده 2 اتش وعنده الاو اتش. انا كده هعمل رياكشن اوف بروبانول مع الايثانويك اسيد. ايه اللي هيحصل في وجود الكونك اتش ان اتش 2 اس او 4 اللي هو اسمه دي هايدريتنج ايجنت؟ لازم اعرف كده ان في ووتر موليكيول هتطلع. طب الووتر موليكيول هتطلع من ايه؟ بيقول لي هيحصل لوزنج للهيدروجن اوف الالكهول، ويحصل لوزنج للهيدروكسيل جروب او الاو اتش جروب بتاعه الكربوكسيليك اسيد. ادي الووتر موليكيول بتاعتي اللي هتطلع ماينس اتش 2 او. خلاص ممكن اكتبها از يعني باي برودكت كده اتش 2 او بلس اتش 2 او هنا. طيب ايه بقى اللي هيتكون؟ تكتب نفس الاستراكشر زي ما هو وتلغي الووتر موليكيول وتلزق التو ستراكشرز مع بعض. شايف هنا وهنا دول يعملوا بوند مع بعض كده. فهقول ان الريزلت بتاعي هيعمل كده سي اتش 3 وادي سي دبل بوند او. خلاص كده. وبعدين هكتب بقى بالاحمر بقيه الاستراكشر بتاعي، ادي او ماسك فيها سي ماسك فيها سي ماسك فيها سي اتش 3 اهي كده اهو، وهحط الاتشات بتاعتي ادي اتش وادي اتش وادي اتش وادي اتش. والله العظيم ما صعبه، سهله خالص. اللي اتكون عندي هنا استر، الاستر ده اسمه ها حد فاكر؟ بقول الجزء من الالكهول بعمله كانه الكايل جروب، فبقول ان هو بروبايل خلاص كانه برانش، والجزء اللي جاي من الاسيد هكتب اسمه ايثانويت. النيمينج مش مهم عندنا في الكوارتر ده اكتر من ان انت تفهم ايه اللي حصل. حصل لوزنج لووتر موليكيول، والووتر موليكيول دي طبعا اللي سحبها الكونك اتش 2 اس او 4. كده ابقى انا خلصت الرياكشنز اوف الكربوكسيليت اسيد كلها، وهختم بالرياكشنز اوف الامين. فعشان افتكر الامين، الامين ده كان بيبقى اورجانيك كومباوند جاي من الامونيا. ادي الامونيا بتاعتي. خلاص يا جماعه دي الامونيا بتاعتي. الامونيا بتاعتي لو انا شلت اي هيدروجين وحطيت مكانها الكايل جروب يعني اي عدد من الكربونز، بتتحول لي ل 3 تايبس اوف الامينز اكوردنج تو ذا نمبر اوف الكايل جروبس دي. يعني لو انا عندي الان ماسك فيها 2 اتش ودخلت مثلا هنا سي اتش 3، دي بسميها برايمري امين. خلاص. وبعدين الان دي لو انا شلت كمان اتش وخليتها مثلا سي اتش 3 كده، دي بسميها سكندري امين. وبعدين لو انا جيت الان دي حطيت فيها 3 الكايل جروب، مش لازم تبقى ميثايل بس يعني ممكن تبقى اكتر من كده، انما الاتشات راحت وحطيت 3 ميثايل جروب او الكايل جروب، دي بسميها تيرشري امين، يبقى دي سكندري. احنا بقى هناخد رياكشن واحد بس، ازاي ابدا ببرايمري امين؟ مثلا اقول سي اتش 3 ان اتش 2، ده اسمه ميثانامين او ميثايل امين. خلاص كده. ده لو حطيت عليه عملت له حاجه اسمها الكايليشن، يعني انا عايز ادخل عليه سي اتش 3، عايز ادخلها مكان الاتش، فبدخل سي اتش 3 ماسكه في هالوجين سي اتش 3 سي ال الكايل هالايد، ده اسمه ميثايل كلورايد مثلا. خلاص. وده اسمه ميثايل امين. خليني شغال على الكومون نيمز، ميثايل عشان واحده امين. اتفقنا؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل سبستيتيوشن. كلمه سبستيتيوشن المفروض بقى نكون حفظناها.
شوف الاتش، واحدة من الاتشات دي ها هتروح هتطلع بره وهيخش مكانها الالكايل جروب، وبعد كده الاتش هتاخد السي ال وتطلع لي باي برودكت اتش سي ال، وكأن الرياكشن هيبقى عامل كده سي اتش 3 ان، الان دي بقى ماسك فيها كمان سي اتش 3 وادي الاتش المتبقيه وطلع لي اتش سي ال خلاص. ولو حصل لي فيرذر الكايليشن قمت انا جاي مزود سي اتش 3 سي ال كمان، هيحصل كمان سبستيتيوشن رياكشن، السي اتش 3 دي هتخش مكان الاتش والاتش دي هتطلع بره، سبستيتيوشن عادي جدا عشان يطلع لي في الاخر تيرشري امين عامل كده، تيرشري امين يبقى ان ماسك فيها سي اتش 3 من هنا وماسك فيها سي اتش 3 من هنا وماسك فيها سي اتش 3 من هنا، والباي برودكت اللي معايا او السايد برودكت اتش سي ال. بكده نبقى خلصنا الكيميكال رياكشنز اللي علينا او الاورجانيك رياكشنز اللي علينا في الكوارتر ده، وكده يبقى فاضل لي الايزوميريزم. اتمنى الفيديو ده ما يكونش فيه حاجه صعبه، لو في حد مش فاهم حاجه منه يا ريت لو يعيده تاني ان شاء الله هيلاقي الوضع اسهل، ولو في اي نوت او اي حاجه مش واضحه بليز سيبوها لي في الكومنت. اللي عجبه الفيديو لو سمحتوا يعمل لايك وسبورت ماي يوتيوب شانل بالسبسكريبشن والشيرنج، واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.